وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فتات الشمع الذي قمت بكشطه من الإطارات المختومة عندما قمت بجني العسل منه، وبقيت لدي هذه الفتات هنا وقمت بوضعه في المنحل. فكما تلاحظون النحل الآن يقوم بجلب هذا الرحيق وإدخاله إلى الخلية. الآن تابعوا معي إخواني كيف تجد في الخلية الأخرى النحل يقوم بإخبار النحل الآخر بأنه يوجد مرعى في الخارج فيخرج منهرولا إلى الخارج. تابعوا معي. سبحان الله، انظر انظر كيف يخرج النحل. فهو يقوم بإخباره، شاهدوا معي، يقوم بتقديم له العسل. انظر، آتي هنا، تقوم بإطعامهم بالعسل. انظر انظروا، والنحل يقوم بالخروج والدخول. شاهدوا معي، شاهدوا يا اخوان، شاهدوا، كله يدخل في العسل. يعني هو يقوم بإخبار النحل الآخر بوجود مرعى ويقوم بإطعام الآخرين. انظر كيف يقوم بتقديمه للآخرين. وكما تشاهدون يعني إقبال كبير على العسل تلك. والآن الساعة 5:30، انظروا، يعني يقوم بجلب الرحيق من ذلك المكان ويقدمه للخلية والنحل يخرج. انظروا إخواني، يخرج بكمية كبيرة، سبحان الله، انظر تلك النحلة، سبحان الله، انظروا. انظروا تلك أيضا، فعالم النحل عالم واسع يا إخواني، انظروا، سبحان الله. هذه الخلية أيضا، شاهدوا، المهم إخواني الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.